أهلا بكم. دشن اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان ونائب زعيم ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد المواجهة الأمريكية الإيرانية في المنطقة والعراق من مواجهة بين الوكلاء إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة على كل احتمالات، حيث توالت التهديدات من المسؤولين الإيرانيين ومن زعماء ميليشيات طهران في العراق وفي المنطقة بالرد، وتوعد المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بانتقام قاس لمقتل سليماني. في المقابل اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سليماني كان يجب أن يقتل قبل سنوات عديدة لأنه مسؤول عن إراقة دماء العديد من الأبرياء في المنطقة. وفي موازاة هذا التصعيد الأمريكي الإيراني تتواصل تظاهرات ثورة تشرين المطالبة برحيل المشروع السياسي الأمريكي الإيراني المشترك الذي تأسس في العام 2003 بتخادم الطرفين الأمريكي والإيراني. آفاق المواجهة المباشرة بين أمريكا وإيران في العراق بعد قتل سليماني ومستقبل الحراك الشعبي في ضوء تصاعد هذا الصراع هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا انتقلت المواجهة الأمريكية الإيرانية من مواجهة عبر الوكلاء والميليشيات وفرق الموت إلى مواجهة مباشرة بعد قتل سليماني في بغداد؟ وهل انتهت حقبة التخادم والتعاون والتنسيق الأمريكي الإيراني التي دشنها الطرفان إبان غزو العراق عام 2003؟ وما مصير العملية السياسية في العراق التي تستمد أسباب الحياة وحبال القوة من الدعم الأمريكي الإيراني متعدد الأشكال والمستويات؟ ومن هم الإرهابيون الذين قررت واشنطن إيقاف مسايرتهم لهم في المنطقة بحسب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو؟ وكيف يمكن لثورة تشرين توظيف أو الاستفادة من تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة والعراق في بلوغ أهدافها الوطنية في تخليص وإنقاذ العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد الوهاب القصاب. في أوج زخم ثورة تشرين يحتدم الصراع النفوذ الأمريكي الإيراني على العراق، وبينما يرسم العراقيون بتظاهراتهم خطا وطنيا لعراق خال من التدخلات الأجنبية، يصل الأمريكيون والإيرانيون إلى مرحلة الصدام المباشر الذي بلغت ذروته في قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومعه نائب هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس وعدد من قيادات الميليشيات. تقاطع مصالح المحتلين ووصوله إلى حد تنازع النفوذ، وإن كان ذا تأثير على الساحة العراقية فإنه بلا شك يعطي ثورة تشرين دافعاً للمضي إلى الأمام في ظل تخلخل النسيج الحكومي الفاسد عبر استثمار هذا الضعف في صياغة مشروع وطني يكون بديلاً مرضياً للشعب العراقي عن حكومات الفساد. مقتل قاسم سليماني جاء بعد سلسلة استهدافات أمريكية لأهم مواقع ميليشيات الحشد وتكبيدها خسائر على المستوى السياسي والعسكري، يتزامن ذلك مع عمليات القمع التي تقوم بها تلك الميليشيات ضد المتظاهرين، ولقاسم سليماني دور بارز في إدارة المعركة ضد متظاهري ثورة تشرين، حيث كان قبل أسابيع من مقتله في بغداد يرأس خلية أزمة تدير عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين. الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني. الفرحة العفوية التي جسدها المتظاهرون بخلاصهم من رأس المشروع الإيراني في العراق يكشف عن مدى الإجرام الذي كان يرتكبه ضد أبناء العراق. المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون يرى أن مقتل سليماني يمثل بداية لنهاية المشروع الإيراني، وهذا التصريح يدل على أن هذه العملية ليست النهاية للضربات الأمريكية التي تستهدف الميليشيات. كل هذه الأحداث تؤكد للعراقيين أن رهانهم الحقيقي يجب أن يكون على مشروعهم الوطني المنبعث من أهداف ثورة تشرين، ولا منقذ للعراق من التبعية والفساد الداخلي إلا نظام سياسي بعيد عن الأجندات الخارجية ويحمل هموم الشعب بكافة أطيافه. على يا مسلماني، على يا مسلماني، على يا
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في آفاق المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد قتل سليماني قرب مطار بغداد الدولي، وطبعا يعني مستقبل الحراك الشعبي في العراق في ضوء هذه المواجهة والاستفادة منها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث الزائر في المركز العربي في واشنطن. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا ومرحبا دكتور. هناك من يتحدث دكتور رافع الفلاحي أن المواجهة الآن انتقلت بين أمريكا وإيران من مواجهة عبر ميليشيات عبر وكلاء، نتكلم على الأقل في العراق، أنه لم تكن حتى هناك مواجهة، كان هناك عملية تنسيق وتخادم والحقيقة دعم لمشروع، التقوا على مشروع واحد. المواجهة فعلا انتقلت إلى مواجهة مباشرة. هل فقط اغتيال سليماني هو الذي فجر أو أسس أو دشن لهذه المواجهة العسكرية المباشرة بين أمريكا وإيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد يجب أن يعني نتذكر دائما ولا ننسى أن الوضع البائس الذي يمر فيه العراق هو صناعة أمريكية إيرانية. بدأت باحتلال أمريكا للعراق والتخادم الأمريكي الإيراني ومشاركة إيران في احتلال العراق وفي تأسيس كل هذا الوضع السيء من عام 2003 لحد الآن. إذن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يعني تخادمهم أوصل العراق إلى هذه الحالة المأساوية، وهو من جعل العراق شعب العراق يخرج في تظاهرات كثيرة، وآخرها ثورة تشرين من 1 تشرين لحد الآن، يعني شباب العراق وكل أهله في الشوارع يطالبون بحقوقهم ويطالبون بوطن. فالمسؤولية مسؤولية واحدة لأمريكا ولإيران فيما حل بالعراق، الاثنين يتفقون يعني متوافقين في هدف واحد هو ضعف العراق وتدمير العراق ونهب كل خيراته وجعل مطية للآخرين. هذه يعني لا نقاش فيها الحقيقة، هذا الوضع الحقيقي للحال. لكن تحصل بين هذه الأطراف المتخادمة في العراق ربما مناكفات معينة، مساحة هذا الطرف تزيد عن مساحة هذا الطرف، هناك دفوعات من هذا الطرف، هناك إحساس من هذا الطرف بقوته بتعاظم قوته يحاول أن يدفع الطرف الآخر لمساحة أقل. هذا ما حصل في العراق. لكن في كل الأحوال هناك يعني ربما ملفين أمريكا تفكر بهم، الملف الداخلي في الوضع العراقي اللي هو هناك هذا التخادم ليس فيه يعني ضبط وبحاجة لإعادة الضبط من وجهة النظر الأمريكية، هناك محاولة إيرانية لدفع إيران في زوايا أو في مساحات أصغر مما هي عليه الآن أو ما كانت عليه وما يجب أن تكون عليه. هاي واحدة. ده اسمح لي، ما الذي تغير، ما الذي اختلف الآن عملية إعادة ضبط الوضع في العراق عما كان عليه في السنين السابقة؟ القوة الإيرانية، الأذرع الإيرانية زادت وقوت، تغولت أكثر، زاد عددها، وجود ميليشياتها أكثر، قابليتها السياسية والاقتصادية على الهيمنة على العراق زادت أكثر بكثير مما جعلها تعتقد بإمكانية أو تقرر إمكانية أن تدفع الطرف الآخر المتخادم معها إلى مساحات أصغر لكي تسيطر على مساحة أكبر. هذا وعتها أمريكا وتحاول أن تصححه في هذا الملف الداخلي. أما في الملف اللي يخص إيران وهو الأساس، يعني علي أن أقول أولا أنه كل ما يحصل الآن بما فيه قتل سليماني والمهندس وغيره هذا ليس له علاقة بتبني الولايات المتحدة لفكر الثورة العراقية، لدعم الثوار العراقيين، لتصليح الوضع في العراق، لإصلاح الوضع، لإحداث تغيير. هذا ليس له علاقة نهائيا. العلاقة بهذا الملف، هذا التداخل في التخادم والملف الداخلي، وملف آخر يتعلق بإيران نفسها، لديها ملف نووي ولديها ملف صواريخ بعيدة المدى. هذا الملف أمريكا تضغط عليها لإنهاء الملف النووي، لذلك انسحبت من الاتفاقية النووية وتحجيم هذا ملف الصواريخ البعيدة المدى إنهاء أيضا، وهذا مطلب إسرائيلي يعني توافق عليه الولايات المتحدة. لذلك الضغوطات كلها والحصار على إيران بسبب هذا. حتى دول المنطقة المتخوفة من هذا
يعني من هذا التغول. نعم. من هذا الـ 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 نعم لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع إيران ليس هناك من تأثير للوضع الداخلي العراقي عليه، يعني تغول الإيراني في العراق في سوريا هذا اللي يتحدثون عنه، الهلال تمدد، هذا ليس له علاقة نهائيا فيما يحدث بينهم من اشتباك الآن، وحتى إذا ما تطور الاشتباك فليس له علاقة هذا الوضع، ربما لإغاظة، ربما استخدام ورقة، وجزء من عنده أن الصراع يجري على أرض العراق، فلذلك أرض العراق تتأثر وشعب العراق يتأثر والمصالح داخل العراق تتأثر بسبب الصراع على أرض العراق، لكن العوامل العراقية في التغيير في التوجهات ليس لها علاقة نهائيا. ربما بعض الأطراف تحاول أن توحي أن أمريكا تدعم التظاهرات وأن هذه التظاهرات مملوكة لأمريكا، مثل ما كان يقولون أرباب العملية السياسية. نعم. أنه لا، أولاد السفارات، أمريكا جوكر، هذا الكلام اللي ليس له معنى وليس له قيمة. الحقيقة هذا ليس له قيمة فعلا، ليس له قيمة لأنه أمريكا لديها أهداف. نتحدث دكتور عن قضية أنه هذا الحراك الشعبي كيف قد يتأثر، كيف قد يستفيد من هذا الصراع في سبيل قضيته الوطنية وهي قضية العراق أو تخليصها. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذه الحقبة اللي دشنت عام 2003 بين أمريكا وإيران وتوجت بالعملية السياسية، صممها الأمريكيون، دعمها الإيرانيون، وكان الدعم متعدد الأشكال، كبير سخي من 2003 إلى اليوم، ووصفت بمرحلة التخادم الأمريكي الإيراني على الرغم من الاختلاف ونقاط التصادم بين أمريكا وإيران في نقاط أخرى في بلدان أخرى، بالعراق استمر التنسيق. الآن انتهت هذه الفترة، فترة التخادم الأمريكي الإيراني، نحن الآن إزاء مرحلة جديدة دشنت بعد اغتيال سليماني، تعتقد؟ لا، يعني بداية نحن نذكر بأننا ذكرنا في أكثر من مرة أن الاختلاف بين إيران وأمريكا هو صراع نفوذ لا صراع وجود. نعم. هذه قضية، والذي يتابع أيضا تاريخ الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق يجد أنه ربما هذه المرة أصبح فيها شيء من التصعيد أكثر من السابق، لكنه ليست المرة الأولى التي ربما يحدث مثل هذا الاختلاف، لكن في كل المراحل وبما فيها هذه المرحلة اليوم نجد أن هذا الاختلاف لا يؤثر على أساس المشروع الأمريكي الإيراني، يعني إلى الآن لم يتم المساس بأسس المشروع، بأسس العملية السياسية، وإنما هو صراع على نوع من النفوذ لهذا الطرف أو ذاك ونوع من تقليم الأظافر. أمريكا لا تريد من إيران أنها تتوسع أكثر من اللازم، لا تريد من إيران أنه يكون لديها تفرد، حتى التوسع ربما مسموح له في نطاق معين ما، لكن بشرط أنه لا يكون تفرد ولا يكون هذا التوسع كبير لدرجة أنه تستغل إيران في مفاوضاتها أو في صراعها الكبير الآخر والأساسي، وهو كما أشار الدكتور قبل قليل، وهو موضوع الملف النووي. العراق وغيرها هي أداة من الأدوات التي تستخدمها إيران أو هنا وهنالك، لكن يبقى القضية الأساسية، تبقى العملية السياسية. إلى الآن هنالك تخادم كبير ومستمر إلى الآن، رغم أنه ما حصل قبل يومين، رغم هذا الأمر إلا أنه لم يتم إلى الآن المساس بالمشروع بشكل عام، يعني إلى الآن لا يوجد تطرق إلى هدم هذه العملية السياسية أو تهديدها من جذورها. نعم. دكتور عبد الوهاب القصاب، أولا مساء الخير. أهلا، مساء النور. دكتور، هناك من يتحدث أنه هناك مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران بعد قتل سليماني، بعد ما كانت هذه المواجهة أو المناكفة تتم سياسيا إعلاميا اقتصاديا عبر ميليشيات بصورتها الخشنة، هل تعتقد أنه هناك مؤشرات على التصعيد في المرحلة القادمة؟ هل تعتقد أن الأمريكيين استلموا هذه الرسالة، قتل سليماني قرب بغداد بهذه الطريقة، قرأوا هذه الرسالة وعوها جيدا، الأمريكان قد لن يتورعوا في المرحلة القادمة من استهدافات من هذا القبيل، يعني بهذا الحجم مثل سليماني؟ بالتأكيد، يعني أولا مساء الخير لك وللصديقين العزيزين دكتور رافع ودكتور عبد الحميد، مساء النور والتحية للمشاهدين. يعني بالتأكيد علينا أن نخلي مجموعة حقيقة من العوامل الحاكمة التي تحت
تحكم الصراع في منطقة المشرق العربي، والتي يعني سبب الدخول الإيراني إلى المشرق العربي بهذا الشكل السافر عبر العراق ثم سوريا وسوريا ولبنان ثم اليمن، سبب اختلالا كبيرا وواسعا في معادلات علاقات القوة في المنطقة. وبالتأكيد الولايات المتحدة يعني دولة عظمى كدولة المتفردة حاليا بعناصر القوة المتاحة إليها لن تكون مرتاحة لهذا التغول واسع النطاق، علما بأن يعني الوصول الإيراني إلى مياه المتوسط ومن ناحية والطريق الذي تود فتحه هو من جبال البامير من حدود الصين عبر أفغانستان وإيران والعراق وبلاد الشام إلى البحر، سيشكل رافعة قوية لإيران في دورها المستقبلي، ولذلك لن تكون حقيقة سعيدة الولايات المتحدة بمثل هذا التغول. هذا واحد. وقد شهدنا سابقا كيف أن الولايات دكتور المتحدة خلينا قبل أن ننتقل للثاني خلينا في واحد تتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا سمعت لي لم تكن مرتاحة لهذا التوسع لهذا التغول لهذا التوغل الإيراني. الحقيقة هذا التوغل الإيراني خاص نتكلم في العراق يعني كان بتنسيق أمريكي إيراني، حتى ما قبل الغزو كان هناك تنسيق أمريكي إيراني، زيارات جاك ستر وزير الخارجية البريطاني تحدث عن زيارات يعني 5 مرات إلى طهران لتقاسم النفوذ في مرحلة ما بعد النظام في سقوط النظام في العراق، وجرى التنسيق ويعني بعد 2003 لم تكن مرتاحة سابقا لم تكن مرتاحة واضطرت أم الآن استيقظت وذلك هناك عدم راحة؟ لو سمحت لي هناك حقبة محددة في الولايات المتحدة هي الحقبة 8 سنوات حكم فيها الرئيس أوباما، وكانت عقيدة أوباما أو استراتيجية أوباما هو الذهاب إلى آسيا باسفيك آسيا المحيط الهادي وترك منطقة الشرق الأوسط لعناصر القوة التي تتحكم فيها، ولم يكن مرتاح. ولذلك نراه أن يعني عندما وقع السوفا اتفاقية السوفا وخرج كان واضحا بأن القوة ستنتقل إلى إيران على الأرض العراقية على الأقل. حاولت الولايات المتحدة أن تحتفظ بالخيارات الاستراتيجية بعيدة المدى الخارجية دعنا نقول، ولكن يعني ممارسة القوة على الأرض العراقية أتيحت لإيران، يعني هذه حقيقة وسمت كل حكم حقبة أوباما ذات 8 سنوات. لكن أيضا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن منذ 2016-2017 عندما تولى الرئيس الحالي ترامب السلطة، ترامب لديه 3 مزايا فيما يخص منطقتنا العربية. أولا كان هو من أقوى المعارضين حقيقة للحرب على العراق في 2003، ولم يكن مقتنعا بها، وكان يرى بأن العراق يشكل سدا فعلا، يعني قالها في أكثر من مرة، سدا حصينا أمام النفوذ الإيراني من التسرب نحو المشرق. هذا واحد. الموضوع الثاني أشار إليه الزميلين وهو موضوع الخيار النووي الذي يقلق الولايات المتحدة فعلا. والموضوع الثالث حقيقة الواضح هو أن تصرفات إيران في العراق في المرحلة الأخيرة بدأت يعني تتقاطع كما نقول نحن العراقيين، تتعارض مع الأهداف الأمريكية على الأرض العراقية. ومن هنا بدأت المماحكة بدفع من إيران أولا. بدأت إيران عبر وكلائها والذين كان يمثلهم السليماني في محاولة إغاظة الولايات المتحدة على الأرض العراقية، ومحاولة دفعها بشكل وبآخر باعتبار أن الولايات المتحدة لا تريد أن تسفك دماء في خارج الأراضي الأمريكية، فعندما تسفك دماء أمريكية لربما تنسحب الولايات المتحدة. وفي واقع الحال هذه أيضا يعني قناعة خاطئة، عندما يعني يجد الجد فيسفك الدم الأمريكي دفاعا عن المصالح الأمريكية، هذه حقيقة. يعني الآن نأتي إلى ما الذي جعل الولايات المتحدة تعجل باستهداف قاسم سليماني. نعم. الحقيقة أن هنالك كشف حساب موجود، ولذلك في تغريدة للرئيس ترامب أمس أن كان ينبغي قتل سليماني قبل سنوات، أي أن هذا البرنامج الإيراني لإغاظة الولايات المتحدة في العراق ثم في سوريا ثم في لبنان يعني في المشرق العربي
قد بدأ منذ فترة طويلة، والذي كلف به هو قاسم سليماني. هنا يبدو أنهم اتخذوا القرار لكي يصفى هذا الرجل، ولكن يصفى بطريقة تبدو الولايات المتحدة وكأنها تدافع عن مصالحها القومية ومواطنيها، وهذا ما حصل فعلا قبل أيام. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. الدكتور عبد الوهاب القصاب قال أنه أمريكا بدأت غير مرتاحة وغير سعيدة لهذا التوغل أو التوسع الإيراني. المصالح الأمريكية بالفترة الأخيرة بدأت في تعارض مع المصالح الإيرانية. السؤال، هل قتل سليماني هو التدشين أو الإيذان بذبح الاستراتيجية أو المشروع الإيراني في المنطقة والعراق؟ هل قتل سليماني يحمل رمزية لهذا الذبح، لهذا القتل، لهذا التدمير، لهذا المشروع، أم يبقى في إطار شخص هدد مصالح أمريكية، أراق دماء أمريكيين كما قال ترامب في تغريدة له، يبقى في هذا السياق ولا يجب تحميل الأمور وتفسيرها إلى مديات أبعد وأوسع من واقع حالها؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، لكن دعني أولا أرحب بالدكتور عبد الوهاب لأنه مرحبا به معنا. الشيء الآخر أريد أن أبدأ به أنه أوباما نعم أعطى الضوء الأخضر لهذا التمدد الإيراني، نعم اتجه إلى آسيا مثل ما قال الدكتور عبد الوهاب وهو صائب في هذا التوجه، وربما يكون ترامب ضد هذه الفكرة، ربما ترامب يريد عراقا قويا يقف سدا ضد إيران، هذا كله لا اعتراض عليه، لكن الوضع كان ناشئ عندما جاء ترامب، وترامب بسياسته سياسة حصد الأموال وجمع الأموال وابتزاز الآخرين، الوضع الإيراني في المنطقة مفيد جدا لهذه السياسة، بالعكس يشجع على هذه السياسة، واستغلت يعني السياسة الأمريكية هذا الوضع الناشئ في العراق وسوريا واليمن ولبنان لابتزاز كل الدول وبالذات دول الخليج، وقد شاهدنا الابتزاز واضح جدا جدا، وكان هذا الوضع يخدم الخزانة الأمريكية، يخدم الجيب الأمريكي، يخدم المصالح الأمريكية مع ضبط التخادم الأمريكي الإيراني. في الفترة الأخيرة ربما مثلما قال الدكتور عبد الوهاب هناك خلل في هذا التخادم خاصة في العراق، لكن الأساس في هذا الموضوع هم لديهم من البداية ترامب والسياسة يعني الأمريكية. هذا الخلل دكتور كان بفعل غرور القوة الإيرانية؟ نعم هذا واضح، واضح جدا جدا، وأنا قلت من البداية قلت أنه التمدد الإيراني، التغول الإيراني، شعورها بالقوة أكثر جعلها تدفع بهذا الاتجاه، محاولة للسيطرة أكثر، محاولة لدفع الشريك الأساسي الأب الروحي إلى زاوية بعيدة، والسيطرة هي على كل الموارد. هذا يقلق أمريكا الحقيقة، لأن أمريكا مستفيدة من الوجود الإيراني بهذا الشكل لابتزاز الجميع، لكنها تريد وحشا تقليديا، هذا الوحش الإيراني تريده أمريكا موجود بالمنطقة، ولا أمريكا عندما تنتهي الفزاعة الإسرائيلية هي تحاول تسويق إسرائيل لكل المنطقة على أنها دولة جارة ودولة مسالمة ودولة صديقة وجارة ويجب التعامل معها، وهذه السياسة الأمريكية في عهد كل الرؤساء، والآن وصلت إلى نتيجة يعني معينة، والآن بدأت بعض الدول سريا علنيا تعلن يعني علاقاتها مع إسرائيل، وصولا إلى أن هذا إسرائيل لا تشكل خللا على هذه المنظومة أو القضية الإيرانية معادية. فإذا لدينا إيران هي القوة البعبع الذي تخيف به هذه المنطقة وتبتزها عسكريا، وبالتالي أمريكا لديها سلاح تريد أن تبيعها، لديها معدات، لديها استغلال، لديها جنود، لديها كل هذه، وهذه ليست مبالغ قليلة، يعني لنذكر كم دفعت السعودية، كم دفع الخليج. نتوقف عند قضية المبالغ لأن مضطرين نأخذ فاصل، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا عن آفاق المواجهة المباشرة بين أمريكا وإيران في ضوء قتل الولايات المتحدة لسليماني في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في آفاق المواجهة المباشرة بين أمريكا وإيران في العراق والمنطقة ومستقبل الحراك الشعبي في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور عبد الحميد العاني، ومعنا الباحث الزائر في المركز العربي في واشنطن دكتور عبد الوهاب القصاب عبر سكايب. دكتور رافع الفلاحي، المشروع بعد قتل سليماني مستمر أم أنه قد ذبح بذبح رأسه؟ نعم، لكن أعطيني دقيقة قبل هذا ليكمل الفكرة، يعني ليكمل فقط الفكرة أنه أمريكا تريد وحشاً إيرانياً، نعم تبتز به الجميع، لكن منزوع الأنياب، الأنياب النووية وأنياب الصواريخ بعيدة المدى. نعم، وإيران تعتقد إذا ما نزعت من عندها هذه الأنياب ستكون قوة تقليدية لا قيمة لها، لا وزن لها، وهي تريد أن تدخل المنطقة كقائد للمنطقة. لا يمكن اتخاذ قرار في المنطقة إلا بالمشورة الإيرانية أو بالموافقة الإيرانية. هنا الاختلاف، لحد الآن هذا الاختلاف، الاختلاف هنا إيران فيها عناد. الآن مقتل سليماني ليس رقما سهلا، يعني نعترف من البداية سليماني الرقم ربما الأصعب في إيران، ربما هو رقما أعلى حتى من خامنئي. رقم ليس سهل، هذا الرجل 4 عقود تصنعه القوى الإيرانية صناعة إيرانية لكي يكون بهذا الشكل. هو لديه كل الملفات، هو العقل المدبر، هو المدير، هو السياسي العسكري، كل هذه الملفات تحت يده. التخلص من عنده ليس سهل، وفيه ضربة قوية لإيران. في هذا الوضع وضعت إيران في زاوية حرجة جدا، إذا ما ردت فتلك مصيبة كبيرة. القوى الأمريكية التي اعتقدت إيران أنها قادرة عليها وأن أمريكا داخلة في انتخابات وترامب ليس ذلك الرئيس الذي يسعى إلى استخدام العسكر والمواجهة العسكرية، هذه انتهت سقطت. هذا يذهب إلى وفي نفس الوقت يذهب إلى التفاوض. هو ضربهم، ضرب قتل، وفي نفس الوقت بعث لهم رسالة بالتفاوض. هو لديه ذلك. أنا قلت لا يعنيه الوضع العراقي، التغيير في المنطقة والوضع العراقي لا يعنيه. هو لديه ملفات خاصة، مطالبات خاصة من إيران يريد تنفيذها. تعالوا نتفاوض، سيتفاوض على هذه القضية. هذه الحقيقة، وإيران تدرك هذا الموضوع. لذلك يعني مقتل سليماني لن يغير من المعادلة، معادلة التخادم الإيراني الأمريكي ما زال قائم، لكن فيه التباس الآن، فيه مشادة، فيه لغة سياسية عالية ربما، واللغة السياسية عندما تعلى ربما تصل إلى استخدام السلاح. هذه لغتهم الآن السياسية هذه. إلى أين ستصل؟ أنا أعتقد لا تصل إلى الحرب، إلى مستوى الحرب، وبالتالي سيذهبون إلى طاولة المفاوضات للاتفاق مرة أخرى على صيغة جديدة للتخادم. نعم، دكتور عبد الحميد العاني، في هذه النقطة أيضا ترامب قال سنعمل في المرحلة القادمة على وقف إيران، على إيقاف إيران، ردع إيران عن زعزعة أمن واستقرار أمن المنطقة كما جرى في المرحلة الماضية. تعتقد أن هناك جدية فعلا في إيقاف إيران أم لا زالت العملية في إطار الضغط والجر إلى طاولة المفاوضات؟ جر إيران طبعا، هذه الخلاصة، جر إلى طاولة المفاوضات. والتصريحات الإعلامية دائما رأيناها، لكنهم قتلوا سليماني يا دكتور. نعم، لكن دائما التصريحات الإعلامية بعيدة عما يجري على أرض الواقع. وسليماني ليس بالأمس اللي صنف من قبل أمريكا بأنه إرهابي، وإنما منذ سنوات طوال، لكن رغم هذا التصنيف كان هنالك الطائرات الأمريكية تحميه وتمهد لمشاريعه التوسعية في المنطقة، وما شهدناه تحديدا. ترامب ألقى باللائمة على إدارة أوباما في تساهلها وصمتها عما قام به. حتى في ظل إدارة ترامب نفسها، سليماني كان يتحرك بكل سهولة وفي حماية الإدارة الأمريكية. يعني حينما كان يدخل إلى المنطقة الخضراء ويخرج منها، هذا كله هي ضمن الحماية الأمريكية. يعني من المطار، حتى ربما المواطن العراقي يعرف، من المطار إلى المنطقة الخضراء هذه كلها حماية أمريكية بدرجة أولى. وكان هو تحركه من هنا إلى هنا بعلمها طيلة الفترة الماضية، طيلة السنوات الماضية، بل تحركه كلها في المنطقة. ما دمرت المدن العراقية برعاية أو بالتعاون كامل على المستويات بين سليماني وبين الإدارة الأمريكية. لذا نحن نقول أن هذه مرحلة تتعلق بالأدوات، لا تتعلق بأصل المشروع. هذا الخلاف يبقى خلاف جزئي
خلاف شكلي على أطراف العملية السياسية، على أطراف المشروع، العملية السياسية جزء منها، على أطراف المشروع، ولا يمس أساس المشروع ولا قلبه، إنما يتعلق بقضية الأدوات، وربما فيها مثل ما يقال جرة إذن لبعض الأطراف أو بعض الأدوات داخل العراق، سواء كان طرف هذا أو هذا، لإعادتهم وإعادة بوصلتهم إلى الطريق الصحيح. نعم دكتور عبد الوهاب القصاب، وزير الخارجية مايك بومبيو قال انتهى زمن مسايرة أمريكا للإرهابيين. طبعا هذا يعني الحقيقة تصريح لافت، هل أمريكا كانت تساير الإرهابيين؟ من هم الإرهابيون المقصودون بهذه التغريدة، بهذا التصريح؟ ألا يشكل هذا التصريح أيضا إدانة أخلاقية وقانونية وربما سياسية لأمريكا أنها كانت تساير وتصمت عن إرهابيين يقتلون سواء أمريكيين أو غير أمريكيين؟ يعني واضح أنه عندما قال أنهم انتهوا من مسايرة الإرهابيين، المقصود بالإرهابيين هي الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق الآن. نعم. لأن وضعية داعش وضعية تقريبا انتهت، يعني مهما كانت الأمور حجمت، على الأقل قتل قائدها من قبل الأمريكان بعملية لن تختلف كثيرا عن العملية التي نفذت على قاسم سليماني. فإذا عملية وصم هذه الميليشيات بالإرهابية في هذا الوقت، وبدأوا بإذاعة بعض القوائم، قد أتت متأخرة فعلا، وقد كان مما يشي بأن هنالك مسايرة كانت في مرحلة من المراحل. هنا بودي أن أضيف نقطة مهمة جدا أنا من وجهة نظري متواضعة. يعني لا يمكن أن نقول بأن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة هو خلاف شكلي لأسباب كثيرة، لكي لا أخذ وقتا طويلا سأسوق سبب أو سبب. لا عندك وقت دكتور، أخذ ممكن نسمع. نحن نعلم أنه في هذه المرحلة هنالك تنافس حقيقي بين الولايات المتحدة كالقطب الأعظم في العالم في هذه المرحلة، وبين قوة بازغة على رأسها الصين، وهنالك سباق حميم 10-20-30 سنة قد تتجاوز على الأقل في معطيات القوة الاقتصادية الصين والولايات المتحدة، كما أن الهند أيضا مرشحة لتجاوز الولايات المتحدة وإندونيسيا وربما مصر. إذن لا، ليس في صالح الولايات المتحدة أن تبقى إيران كيانا قويا في هذه المنطقة وحليف بنفس الوقت لخصوم الولايات المتحدة المستقبلية. إذن ينبغي أن يحجم هذا النظام. هذه نقطة حقيقة مهمة جدا، هذا واحد. الموضوع الثاني، صحيح أن وجود إيران أعطى ليد الولايات المتحدة أو لعقلية ترامب المالية والاقتصادية عامل مهم لكي يستمر بابتزاز الأنظمة الخليجية، لكن بالمقابل فإن هذه الأنظمة الخليجية إذا ما راجعت نفسها ووحدت قدراتها فإنها يمكن أن تكون نداً قوياً لإيران بعناصر القوة المجردة، مادية اقتصادية من جهة وعسكرية من جهة أخرى. القدرة العسكرية المتيسرة لدى دول الخليج نتيجة مبيعات السلاح الأمريكية والأوروبية إليها قدرة عسكرية فائقة حقيقة وهائلة، ربما هائل، لكن هنالك قصور من ناحيتين. الناحية الأولى هي الإرادة، ليس هنالك إرادة لإثبات الذات في هذه الدول، والموضوع الثاني هو الموضوع الحرفي أو المهني في كيفية آليات استخدام هذه القوة، هذه القدرات الموجودة. إذن هذا أيضا عامل ثاني علينا أن نضيفه للحسبة. العامل الثالث كما قلت وأشرت إليه قبل قليل، أن العراق هنا تأتي أهمية العراق في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي لهذه المرحلة. العراق يقع في قلب المنطقة التي تسعى إيران لكي تحقق مشروعها ل2025 كما قالت، وهو الممر الذي يبدأ من حدود الصين بما بعد أفغانستان. يعني هي تريد أن تهيمن على أفغانستان أيضا. نعم. عبر إيران والعراق والليبانت أو دول المشرق العربي الأخرى اللي هي سوريا ولبنان إلى البحر المتوسط. عملية سلب إيران هذه الحيازة الاستراتيجية القوية التي هي العراق تشكل ضربة كبيرة لهذا المشروع. ومن هنا وقد سبق لي أن أشرت أكثر من مرة
أن العراق سيكون الساحة الأخيرة التي ستقاتل إيران عن مشروعها ونفوذها فيه. فإذا ما كانت هذه المرحلة الآن هي المرحلة التي تقاتل فيها إيران عن مشروعها، فهذه هي المرحلة الأخيرة التي سنشهد بعدها انزياح هذا النفوذ من هذه المنطقة. وهنا حقيقة يعني لم يكن هذا الحلم ليتحقق لولا ثورة الشباب، ثورة تشرين. وهنا مجال لكي نترحم وعلى الشهداء حوالي 500 والذين استنكف رئيس الوزراء الحالي في أن يواسي عائلة من عوائلهم، وذهب في هذا في هذه الأيام كالقزم يركض وراء شخصين أجنبيين أساء للبلد أكثر مما أفاد فيه. نعم دكتور، خليني أسألك سؤالين مختلفين قبل أن تغادرنا مشكورا. بالعودة إلى نقطة تصنيف أمريكا للميليشيات ووصف وزير الخارجية لهم بالإرهابيون، وطبعا في تغريدة وصف الفياض والمهندس والعامل والخزعلي أن هؤلاء الإرهابيون هم الذين هاجموا وحرضوا على مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، هل يتوقع أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية ردة فعل عسكرية عنيفة على هذه الميليشيات الموصوفة بالمنظمات الإرهابية كما جرى مع القوى الإرهابية التقليدية القاعدة وداعش في المرحلة يعني القادمة؟ السؤال الثاني أيضا، يعني الآن بمقتل سليماني هل تعتقد أن إيران ستكون أضعف كما يتوقع في العراق في المنطقة؟ نتكلم عن العراق، في العراق. طيب أجيبك على السؤال الأول. أي نعم، في إجابتي على السؤال الأول أنا أعتقد بأن استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية الجديدة التي صنفتها الآن بأنها جديدة تختلف اختلاف كبير عن الكيفية التي تعامل بها مع داعش أو مع القاعدة. لماذا؟ لأنها تدرك بأن عدد كبير من هؤلاء المقاتلين هم يقعون تحت تصنيفين، التصنيف الأول هو لقمة العيش والتصنيف الثاني هو السذاجة أو يعني عملية التعبئة الذهنية التي تمت إليهم. ولذلك فالولايات المتحدة في هذه المرحلة ستلجأ لتفكيك الهياكل القيادية العليا لهذه الميليشيات، وهي تتصور أنه فيما إذا فككت الهياكل القيادية العليا، والآن نحن لدينا هيكلين قياديين انتهيا، قاسم سليماني من جهة والإيراني الآخر اللي هو جمال الوكيل أو أبو مهدي المهندس من ناحية ثانية. يعني هذه الحلقة التي فقدت الآن هي حلقة ليست قليلة، فستستهدف القيادات الأخرى. وأنا أعتقد أن كل من أظهره وزير الخارجية الأمريكية بتغريدته بصورة على أنه ساهم في الهجوم على السفارة الأمريكية سيكون تحت طائلة الملاحقة الأمريكية ولو بعد حين. وقد شهدنا اليوم في عملية تشييع هذين المقتولين أن هذا الرجل الذي يقود العصائب لم يكن موجودا، هنالك إشاعة تقول أنه معتقل وهنالك إشاعة تقول أنه هرب إلى إيران. نعم هنالك إشاعتين، يعني واحدة منها أنه هرب إلى إيران. إذن عندما لاحظ هذا عندما يهرب أنا واثق بأنه الهيكلية التي تأتي بعده ستتفكك، لأنه هو ولي أمرها، هو الذي يدفع لها، وبالتالي المشروع الإيراني في العراق استراتيجية ستكون أضعف وليس أقوى بعد مقتل سليمان. أنا أشعر عزيزي، منذ بدأت ثورة تشرين ومنذ أن أهينت الرموز الإيرانية بشكل لم تهم فيه في أي نقطة في العالم بدأ المشروع الإيراني يتضاءل في العراق. أشكرك. الآن هناك تحدي كبير للشعب العراقي ككل، وهو أن يلتف ويقف على صوت رجل واحد كردي عربي، ولننسى التصنيف القمي الذي أدخل بشق عرب العراق إلى قسمين. عند ذلك عندما سيتحرك الجميع تحت مظلة المواطنة العراقية، عندئذ أنا أشعر بأن إيران ستخسر حقيقة. في 500 سنة الأخيرة لم تدحر إيران مرة إلا على يد العراق، دحرها مرة في 88 وقد دحرناها أكثر من مرة عندما جاء قائدهم الكبير الذي هو نادر شاه، نجح في كل مكان وفشل على أرض العراق في بغداد وفي الموصل وفي كركوك.
شكرا للدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث الزائر في المركز العربي في واشنطن، كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا دكتور. دكتور رافع الفلاحي، الآن راعيا العملية السياسية، داعما العملية السياسية، مغذيا العملية السياسية، الآن في مواجهة مباشرة بعد قتل سليماني، ما مصير العملية السياسية وهي التي تستمد قوتها غذائها الحبل السري من أمريكا وإيران بعد هذه المواجهة؟ راح تكون ضحية لهذه المواجهة، تذهب بالرجلين كما يقول المثل؟ نعم. يعني قبل الحديث عن يعني مستقبل العملية السياسية، نعم، علينا نقول أولا أنا يعني أحيي التفاؤل اللي تحدث به نعم الأخ الدكتور عبد الوهاب. نحتاج تفاؤل دكتور أحمد. نعم. لا، فيه نقاط واردة فيها احتمالية قد تقبلها وقد ترفضها، نعم، يعني لكن تبقى احتمالية قائمة، قد تتحقق قد لا تتحقق، لكن فيها تفاؤل أنا أحترمه إن شاء الله الحقيقة. والرجل يعني دافع عن هذا التفاؤل بنقاط هو يجدها صحيحة وربما هي الصحيحة، يعني فيها احتمالية يجب أن نقبلها وأن نناقشها، هذه واحدة. النقطة الثانية، العملية السياسية من البداية تمر في مأزق، نعم، من وجودها يعني من عام 2003 لغاية الآن هي في مأزق كبير. الآن وصلت إلى عنق الزجاجة، إلى يعني هي إلى في مأزق على الرغم من كل الدعم، نعم، والإجماع والتوافق والوئام بين داعميها ومؤسسيها. لو لم تكن بمأزق لكانت قد حكمت العراق بشيء من الهدوء والسكينة والاستقرار، وكانت قد استخدمت كل أدواتها في السيطرة على العراق. العراق خارج السيطرة حقيقة، والشعب العراقي رافض هذه العملية السياسية. إذن العملية السياسية الآن في موقع سيء جدا جدا، ولا يمكن حديث عنها الآن، تتفكك الحقيقة. والداعمين الأساسيين الإيراني والأمريكي في صراع، نعم، مثل ما نقول هذا المناكفة، هذه المناكفة، نعم، والشعب العراقي الآن خارج بكل اتجاهاته بكل قوى. يعني على الأقل دائما ما نقول إذا كانت العملية السياسية وكل أطرافها وكل قواها تشكل بالعدد الإجمالي 5 ملايين، فالباقي من الشعب العراقي أكثر من 37-37 مليون، كما يتحدثون أن نفوس العراق أكثر من 40 مليون، هذا ضد العملية السياسية، ويعتقد ولديه قناعة كاملة أن العملية السياسية هي من جاءت عليه بهذا الخراب والدمار ويريد إزالتها. فبالتالي العملية السياسية في مأزق كبير. في كل الأحوال العملية السياسية لن تكون على الحال الذي كانت عليه لغاية 1/10، ما بعد 1/10، ما بعد ضربة ثورة تشرين لها، ضربة تشرين هذه انقلبت الأمور، سواء بدأ الصراع الأمريكي هذا اللي نتحدث عنه، قتل سليماني، من قتل سليماني، بس هذا يجرف الحقيقة يعني من رصيدها، أكيد كل هذه العوامل الآن تأكل من جرف العملية السياسية، والعملية السياسية الآن مكشوفة، كل أطرافها تحاول أن تلملم بكل القوى بكل قوتها أن تحافظ عليها. الآن هي في مأزق أمام الشعب ومأزق أمام القوى الداعمة لها. حتى في العالم بدأ يعني الرأي العام العالمي من الاهتمام من الدعم يتفكك. دكتور اسمعني، عندي سؤالين والوقت أيضا ضيق. دكتور عبد الحميد العاني، قوى السلطة في هذا الاشتباك تحاول أن تخلط الأوراق بين هذا الحراك الذي كان تهديدا وجوديا للعملية السياسية ولقواها، وبين هذا الاشتباك الأمريكي الإيراني وتسويق أنه هذا الحراك جزء من أدوات أمريكا في محاربة العراق، محاربة الجمهورية الإسلامية وما إلى ذلك. قد تنجح هذه المحاولات؟ يعني قبل هذا ممكن يعني أشكر الدكتور عبد الوهاب القصاب الذي عقب على قضية الصراع الشكلي، ربما يقصدني. حقيقة لم أقصد أن هنالك صراع شكلي يعني غير حقيقي، لا، الصراع حقيقي بين أمريكا وإيران، لكنه قصدي شكلي أنه لا يؤثر على قلب العملية ولا على جوهري، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قضية خلط الأوراق هي ليست الآن، يعني عمدت إليه أحزاب السلطة منذ اليوم الأول واتهمت. هل هناك خطر دكتور من هذا التوحش، من هذا يعني الاستئساد على الحراك من قبل قوى السلطة والميليشيات؟ هو يخشى عليهم من هذا الأمر، وربما يتخذون مثل هذه ذريعة لمثل هذا الأمر. ولكن استطعنا أنه نرى خلال يعني أمس واليوم
أن ثوار الساحة في ساحة خاصة ساحة التحرير استطاعوا أنه يبقون ثابتين على موقفهم ولم ينجروا إلى هذا الطرف أو ذاك ولا ينخدعوا بهذه اللعبة، ولم تستطع أحزاب السلطة رغم أنها حاولت أنها بحجة أنه لا يكونون مع أمريكا أنه يجب أن يثبتوا ولاءهم لإيران على الأقل هنا أو يظهروا هذا الشيء، لكن استطعنا أنه نرى أو استطاعوا هؤلاء أن يثبتوا ولاءهم للعراق حقيقة وأنهم بمنأى عن هذا الصراع وبمنأى عن الولاء لأحد الطرفين وأن مقصودهم هو المحافظة على عراق موحد بعيد عن أي احتلال خارجي، وبالعكس أن العملية السياسية هي وليدة تخادم هذين الطرفين وأن نجاح العراقي وخروجه من مأزقه هو بخروج هذه العملية السياسية من العراق وخروج كلا الاحتلالين من العراق ومن التأثير على الواقع السياسي العراقي. نعم دكتور رافع الفلاحي، هذا الحراك هذه الثورة هل هناك فرصة لتستفيد من هذه المواجهة المحتدمة بين أمريكا وإيران على الساحة العراقية؟ الشريكان الآن مختلفان وفي حالة مواجهة يعني مباشرة، يمكن لهذا الحراك أن يوظف أن يستفيد من هذا الصراع لخدمة قضيته خدمة أهدافه وهي طبعا أهداف عراقية بحتة؟ ممكن؟ ممكن جدا. الرؤية الشبابية التي تقود هذه الموجة الكبيرة من العراقيين الشعب العراقي في هذه الثورة، مثل ما قال الدكتور عبد الحميد قبل قليل، قال إحدى النقاط المهمة، لأنه أنت الآن في زمن الأرض تهتز في العراق، الآن الأرض تهتز. نعم. أنت لديك صراع بهذا الشكل، مقتل سليماني ومقتل أبو مهدي المهندس الذي يعتبر رقما صعبا بالنسبة لحكم العراق، هو الحاكم الفعلي للعراق أبو مهدي المهندس، حقيقة هذه يجب أن نعترف بها، وقاسم سليماني هو الحاكم الفعلي للمنطقة هذه كلها اللي تسيطر عليها إيران، فبالتالي أنت لديك رقمين صعبين. مجلة الأمور في العراق بيد سليماني حصرا. نعم نعم نعم، وهذا مساعده. فبالتالي هذه القضية الأرض تهتز، عندما تستطيع الثورة الشباب هؤلاء أن يثبتوا على هذه الأرض، أن يثبتوا لا يميلوا لهذا الطرف أو ذاك، يبقوا بقائهم ثابتين على قافلين على أهدافهم، أهدافهم هي العراق، استخلاص الوضع، إعادة الوطن إليهم، هذا نجاح كبير جدا جدا، وهذا يحسب لهم، وهذا إذا ما تطور في الأيام، وأنا واثق أنه سيتطور في الأيام القادمة، لكنهم سيواجهون ضغوطات أكيد بالتأكيد. هذه الميليشيات الآن تحاول أن تفرض نفسها على الساحة وتعتقد أنه هذا الطرف ضعيف وهذا الطرف هو الموالي أو الذي أدى إلى وصولهم إلى هذه الحالة التي كانوا يعتقدون أنهم لن يصلوا إليها، لذلك كان المالكي يقول هي بيدينا ومن أعطيها، ويتحدث عن هذه الميليشيات التي تسيطر على، وبالتالي هذه الميليشيات الآن كلها تفقد الأمور من بين أيديها، يعني مثل الماء الذي في أيديها، يعني ماء انسكب الحقيقة، يحاولون لمه بأي طريقة. هذه القضية مع ذلك ستبقى، هذا الحراك تبقى، هذه الثورة قادرة على أن تستفيد من كل هذه الظروف لصالح العراق. الآن هذه التناقضات اللي موجودة ستدفع إلى الواجهة الثورة بكل قواها، بكل قوى الشعب العراقي، لأن يعتمدها العالم الخارجي، الرأي العام العالمي يعتمدها ويساندها، وما يضطر كل قوى العالم بما فيها حتى الولايات المتحدة، ليس حبا فيهم وليس احتراما لإرادتهم وليس لمصلحتهم، لكن احتراما لهذا الكم الهائل لثورتهم، لوجودهم، مثل ما قلت إذا كانت العملية السياسية. نعم. بكل أطرافها 5 ملايين. نعم. فالشعب العراقي 37 مليون. نعم. يريد التغيير، فبالتالي سيجبرون على الوقوف مع هذا الشعب. أشكر. في ثورته يحتاجون إلى الثبات أكثر، إلى الاستقرار أكثر، إلى التعبير عن أهدافهم بشكل واضح ودقيق، وهذا يعني أعتقد وليس يعني اعتقاد لكن ثقة أنهم قادرين أن يعرفوا، وقدرتهم عن التعبير عنه عالية جدا، هذا الشباب ليس قليلا، قدرته وفكره ورؤيته واضحه جدا، والله يوفقه. اشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، واشكر الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئه علماء المسلمين في العراق، وايضا اشكر الدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث الزائر في المركز العربي في واشنطن، كانوا معنا في هذه الحلقه التي بحثت في افاق
المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العراق بعد قتل قاسم سليماني، وأيضا مستقبل الحراك الشعبي في العراق في ضوء هذا الصراع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.